السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن ازاي اوقف اشعارات جوجل كروم، اللي هي زي كده اللي هم دول. اول حاجة نفتح عندنا المتصفح، نيجي عند السهم او هيبقى مكانهم 3 نقط كده، نيجي عند الاعدادات، هننزل هنا للإشعارات. هنا جايب لي دي المواقع اللي هما دول المواقع اللي بيبعتولي إشعارات. يعني مثلا تاني واحد اللي هو كورة، ده الإشعارات بتاعته اللي هي هنا. هوقفها بقى ازاي؟ هاجي هنا افتح الموقع وبعدين اقفل دي. لو هي باللون الأزرق يبقى هي كده الإشعارات شغالة، انا كده قفلتها واقفل تاني. وكذلك برضو اي موقع من دول لو بيبعت لي اشعارات ده كده مقفول، لو بيبعت لي اشعارات هقفله بنفس الطريقة. بس كده.